على دولابك على دولابك. فده هو الموضة عبارة عن كده، إن موضة ورا موضة، دي تختفي ودي ترجع تاني، هي دي الفاشن. ويمزجوا موضة مع موضة وندخلها مع بعض ونعمل تويست صغير كده نخليه ينفع مع وقتنا يعني دلوقتي. يعني أبو سيدة كده الأستاذة بتقول النوستالجيا في الموضة مش مرض، صح؟ لا ممكن. بصي، فاكره فيلم اجلي باتي؟ فاكره ما كانت عايشه طول المسلسل، اما تفضل عايش طول الوقت متهيألي بقى في لبس زمان خالص مش عصري خالص، ممكن يقلب اضطراب يعني برضه. لو حد ايوه ستوك طبعا في مرحله معينه طبعا اكيد ده مرض، بس لو انت بقى ان اوت داخله التسعينات مره، مره داخله الستينات، لا احساس حلو. انا بحب بقى ان اوت ده، بدخل كل الحقبات هنا كل يوم مع الشيف اعمل له لوكس مختلفه. طب انت تحبي انهي اكتر فتره زمنيه؟ أنا أكتر حقبة الزمنية بتاعت الخمسينات وأوائل الستينات، اللي هي كان لابسها إيه فاصلة؟ الليدي. الليدي. الليدي أكتر حاجة فيمينين، السكيرتس المنفوشة والفساتين المنفوشة، الويست الباين، الهوانم. الهوانم، هوانم جاردن سيتي بالظبط، نفس الفكرة كده. أكتر حاجة بتبين وبتبرز أنوثة المرأة دي، بحسها دي احلى فتره زمنيه بالنسبه لي. على فكره بنات كتير لما بنسالهم بيقولوا كده، ان هو احنا بنحب الفتره دي، طب ما بنرجعهاش ليه ما دام بنحبها كمودة كلنا؟ اللايف ستايل اتغير. كان زمان الست بتقعد في البيت هانم، بتخرج خروجات، بتروح تقعد في كافيتيريا زمان كان بيقولوها، نفسنا نقعد هواني تاني. وكان اخرها ان هي تلبس الطالون والسكيرت والفستان ومن اول الشهر الحفله. دلوقتي الست المصريه بتجري شغل، تمارين، ولاد، فصعب تبقى لابسه اللبس ده خالص. كاجوال. طيب لو اتكلمنا عن موضه 2024، هي ايه الموضه واخده من اي حقبه زمنيه قديمه؟ هي واخده ميكس كده لذيذ قوي. نبتدي بالستينات. ماشي. الستينات كانت اولها لسه زي الخمسينات، اللي هو الكورسي، الفساتين المنفوشة. احنا معانا الكورسي السنة دي، يعني موضة السنة دي الكورسي. جدا جدا، بس عملوا له برضه التويست اللي ينفع مع 24. هو حلاوة التويست ده، لازم التويست ده. فبدل الكورسي، بدل ما يبقى دانتال وشفاف ولازم خروجه بالليل، عملوه دانم، قماشة الجينز، عملوه جبردين، عملوه بسوستة من قدام يتلبس كاجوال الصبح مع بنطلون كاجوال وسنيكر. فغيروه، بقينا نقدر نلبسه عادي فترات صبحيه ويكون سهل ومريح. انت محضره لنا حاجات النهارده من ايه؟ من يعني واخده انسبايرد من انهي حقبه؟ انا واخده خمسينات و يعني ستينات خمسينات. طب خلينا نشوف بما اننا اتكلمنا. يلا بينا خلينا نشوف الاوتفيت الباسانت البداوي النهارده محضرها لنا. اتفضلوا. أحلى التصميمات، ناخد مع بعض أفكار يا بنات. اشرحي لنا يا باسانت. الأوتفيت ده عبارة عن كورسيه جلد. الكورسيه واخدينه من أواخر الخمسينات مع أوائل الستينات، بس عملوه جلد بزيبرز وسوستة من قدام علشان يبقى مودرن مع 24. هو طالع موضة؟ طالع موضة جدا. حلو جدا ده يا باسانت، حلو حلو يعني. أنثوي وفي نفس الوقت تقدر تلبسه في أي وقت. ده كأنه موضة السنة دي. جدا. صح؟ جدا، كل المحلات كورسيه بالظبط كده. والبنطلون الميتاليك، الميتاليكس رجعت تاني، هي كانت نازله في السبعينات. كان بيسموها ديسكو ستايل. صح. كان زمان عندنا الديسكو ستايل اخضرات وازرقات، مدخلين كمان الذهبي معانا. كنت بتروح؟ اكيد. امال ايه؟ وعامة الليذر اون ليذر كمان كان طالع في السبعينات، كانوا بيلبسوا فاكر زمان جلد على جلد. جلد على جلد. يعني انت عملتي ميكس اند ماتش بين الستينات والسبعينات بموضه 2024، ادينا اوتفيت عصري وعلى الموضه. بالظبط. فعلا يا بسنت انت عملتيها بطريقه مودرن جدا. ميرسي. عصري جدا. منورانا. حلو قوي. طب الكورسيه بيبقى هنا ولا بشوف ناس بتنزله تحت شويه؟ في كرسي بيبتدي من فوق كانه توب، وفي بلت على بلت. شكل كرسي بيبتدي من تحت. لا شكل الاوتفيت شيك قوي وستايلش ولذيذ. نقدر نروح بيه فين يا باسانت؟ تقدري تخرجي بيه بالليل، وكمان الميتاليكس دلوقتي بقت ممكن تتلبس الصبح. بالظبط. يمشي الصبح يعني. يمشي الصبح جدا. السيلفر والجولد لو لبستها مع ابيض او اوف وايت ممكن تلبسه الصبح. بتغطى ده تاني طقم بقى جريء الوانه. ده بنطلون السبعيناتي ده يا استاذه باسانت. بالظبط كده. بالظبط. الوان ما حضرتيش انت السبعيناتي ده. انت بقيت بقى كنت ملك السبعينات بقى. موضوعي. ده كنت بتلبس بنطلونات حمراء؟ رجلي فيه. كانت موضة للرجالة الألوان. كنت رجل تلبس فيه. لا ده أنا مستر أحمر. موضة خدي بالك. لا كنت تلبس بنطلون أحمر وبينك. لا مش أحمر، مش لدرجة دي أحمر يعني. ليه الفنان حسين فهمي كان بيلبس صح بالظبط.
ده بنطلون شارلستون هاي ويست والشيرت الكم الواسع ده كل دوت سبعيناتي. طبعا الالوان الاورانج والاحمر الميكس ده سبعيناتي جدا جدا. بس انت كسريهم بقى بالبليزر الفيست الاسود بالظبط والورده السوداء. الورده طالعه موضه برضو معانا قوي السنه دي في 2024 مظبوط. الورود والفيونكات بيتحطوا شفتهم كده وشفتهم مرتين على الرقبه او على الشعر بالظبط شيك قوي قوي. ممكن اروح بيه فين بقى الاوتفيت ده؟ حلو ده والاسمر ده اي وقت ده ممكن الصبح عندك بزنس دينر ممكن عايزه تخرجي بيه بالليل اي وقت ينفع معايا. طيب اتكلمنا عن الستينات والسبعينات الثمانينات كانت موضتها ايه يا بسنت؟ الثمانينات هو المفروض ده وقت انحدار للموضه حقيقي للاسف. للاسف ده معروف بكده يا شيف. الموضه عامه مرتبطه بالفن بالفن فاحنا الفن كان ساعتها للاسف كانت افلام مقاولات والميوزيك السريعه فسبحان الله اول ما الفن بينحدر بيبقى معاه الموضه مع الموضه مرتبط بالفن بالظبط.